السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. الحمد لله، تفضل. أنا كان عندي ابن عمتي معاه شهادة معاقين اللي هي 5%. نعم. فهو معاه الورق أو الباسبور اللي هو يجيب عربية بدون جمارك. طيب. فهو محتاج ماديا، يعني هو ظروفه وحشة. وهو في نفس الوقت مش يقدر يجيب عربية، فهل يحق لي إن هو يبيع الورق اللي هو بتاع العربية ده لحد؟ لا يجوز، لأنه لا 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 يجوز، لأن عليه حظر بيع. هو يباع برضه بموافقة حظر بيع. لا 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 يجوز هذا البيع. لا يجوز، هيبقى فلوسه صح مش حلال. أنا بقول لك لا يجوز البيع، لأن النبي عليه السلام يقول لا تبع ما لا تملك، فأنت تملك لكن ملك محظور بيعه، شيء محظور بيعه. ممكن يقول له حق انتفاع. يعني يقول له انتفع بها وخذ مقابل الانتفاع شهريا كذا وكذا. يعني اداله مثلا زي ايجار. بس كده.